أنا عاوز أقول الآتي، إنه أنا كنت أول من كشف هذا السر في عدد من القنوات الفضائية منذ عدة أيام، أن كان هناك ثلاثة أهداف رئيسية خاصة بعملية طوفان الأقصى التي تم الإعداد لها منذ قرابة أقل من العام. الهدف الأول كان الدخول على معبر إيرتس على المقر. نعم. الخاصة بعملائهم والمتعاونين مع في غزة وفي غزة على وجه التحديد، وبالفعل تم اقتحام المعبر وتم أسر اثنين من الشين بيت وشخص آخر، وتم أخذ كافة المعلومات، الكمبيوترز واللابتوبس والديسكات والوثائق وخلافه، وتم نقلها. بدأت العملية الساعة 6 صباحا، كانت موجودة بالفعل داخل قطاع غزة في الساعة 9:30 صباحا. الهدف الثاني كان هو الدخول على القاعدة العسكرية اللي اسمها أوريم، وكان بها المقر الوحدة 8200 للتجسس السبراني، والموجودة في جنوب في الجبهة الجنوبية في غلاف قطاع غزة. وهذه الوحدة في موقعها هذا هي المسؤولة عن التجسس على مصر والأردن ولبنان وسوريا والبحر الأحمر وإيران، وهي متخصصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وهذه كانت معلومات في غاية الأهمية، لأن بها كل معلومات إسرائيل عن البرنامج النووي الإيراني وعن علماء الإيرانيين والعاملين في هذا البرنامج. وقاموا بالفعل باقتحام القاعدة، وقاموا بالدخول على مقر الوحدة 8 أسر. هم أسروا واحد من اثنين من هذه الوحدة، وهم من ضباط التجسس السبراني، عملوا كما حدث في المستندات. أسروا ضابطين من ضباط التجسس السبراني. سعادة السفير، ضباط التجسس السبراني، ولذا إسرائيل لديها غصة، لأنه الأسرى العسكريين فقط تموا إلى بيت، واثنين من التجسس السبراني في الوحدة 8200 غير آخرين، فأخذوا هذه المعلومات وكانت ونقلت داخل غزة على الساعة 11 صباحا، كانت داخل غزة. ولكن دعني أزيدك من الشعر بيتا، في يوم 13 أكتوبر كانت هذه المعلومات خارج قطاع غزة، وحدث بالفعل لقاء بين ممثل من حماس